قال لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله عز وجل اختار موسى واصطفاه على الناس كافة ويحبه، وألقيت عليك محبة ماذا مني، يعني يحبه الله. وما هذا؟ قال لموسى، تلطف بالكلام مع من قال أنا ربكم الأعلى. فكيف إذا كان مسلم ووقع في معصية؟ فمن باب أولى أن أحتويه بكلام اللين، بكلام المحبة، فقول له قولا لينا. ما اللين في لغة العرب؟ انظر لدقة القرآن. أنت لما نقول جسد لين، غصن لين، أي فيه ماء، فيه ماذا؟ ماء. لما أقول هذا جلد لين يعني فيه ماء، بحيث فيه رطوبة، أي لو أنا قمت بخدشه لا يختش، لو قمت بخدشه الرطوبة لا، بالصعب أن تخدش هذا الأمر. الغصن الذي فيه لين لو حاولت أن تكسر هذا الغصن ما يكسر لوجود الماء فيه. فكأن الله يقول لموسى لا تخدش، أو لا تخدش مشاعر فرعون، وهو يقول أنا رب